بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. بنكمل مع بعض دراسه الكتاب. كنا وقفنا اخر مره عند الاصحاح الرابع، احنا بندرس الرساله الاولى لاهل تسالونيكي، والنهارده هنبتدي بنعمه ربنا الاصحاح الخامس. اول ايه في الاصحاح الخامس بتقول: واما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها. اما الازمنه والاوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. الآباء في كلامهم عن الآية دي بدأوها من الآية اللي فاتت. لو بصينا على آخر آية من الإصحاح الرابع هنبص إنه كان بيقول فيها: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. تسالونيك الأولى 4 18. بعد ما خلص كلامه، بعد ما شرح، كان بيختم موضوع شغلهم، وهو أفضلية إن الأحياء هيكون لهم أفضلية في المجيء الثاني على المنتقلين، فشرح لهم القصة دي. ودخلنا في قصة الاختطاف، وشرحنا المرة اللي فاتت، خرجنا كده مرة واحدة كده عن البايبل ستادي، وخدناها تكفر موضوع الاختطاف، والنهاردة بنعمة ربنا بنكمل. لكن بنشوف النهاردة بيكمل الموضوع بعد إصحاح 4، علشان كده أول كلمة وأما، عشان كده بيكمل الموضوع، مش موضوع جديد. هنا بنشوف النقطة الرابعة. إيه النقطة الرابعة؟ أكيد أنتوا طبعًا نسيتوا، فأنا هفكر حضراتكم. النقطة الرابعة، إحنا من الإصحاح الأولاني مرورًا بالتاني التالت الرابع خدنا 3 حاجات. خدنا إيه؟ خدنا مفهوم للطهارة، غطى قصة الطهارة، مفهوم الطهارة، قديس بولس الرسول لأهل تسالونيكي. النقطة التانية اللي اتغطت أظهر المحبة الأخوية العملية، إنها بالأعمال. فاتكلم عن النقطة دي برضو وغطاها. النقطة الثالثة هي النقطة المشهورة شوية لأن احنا طولنا فيها، قصة إنه ترك الاهتمام بالموتى بالنظر للي هيحصل عند مجيء السيد المسيح الثاني يعني. النقطة الرابعة اللي هي غطاها في الإصحاح الخامس هي أهم حاجة بالنسبة له: وجوب الاستعداد لمجيء المسيح. بإزاي؟ بالسهر. بالسهر، محتاجين إن احنا نسهر علشان نستعد للسيد المسيح. هنستعد ازاي؟ هنستعد بالسهر، وان ده طبيعي لاننا اولاد النور، لاننا المؤمنين اولاد النور. فدي النقطه الرابعه اللي هتلاقوها واخده الثيم العام في الاصحاح الخامس اللي احنا بندرسه دلوقتي. بولس الرسول هنا كمان بيحاول يوصل لهم ان السؤال اللي هو عبر العصور وعبر السنين دايما الناس انترستد انها تفكر فيه وتدور عليه، رغم ان ربنا قال ان ده ليس لكم ان تعرفوا الزمان والاوقات، بس هم برضو حابين ان الناس تدور وتشوف امتى هيجي المجيء التاني، امتى السيد المسيح هيجي، وبيحسبوا حساباتهم ويحسبوا كل الامور دي. لكن طبعا ربنا كان قايل من الاول خالص ان الموضوع ده ليس لكم ان تعرفوه. ليه ليس لكم أن تعرفوه؟ ليه موضوع معرفة المجيء الثاني هيكون إمتى مش لينا؟ يعني ليه ربنا مش عايز الموضوع ده؟ نمرة واحد بلا معنى. طب أنت لو عرفت، طب ما يمكن المجيء الثاني ده ما يخصكش أنت، يمكن المجيء الثاني بالنسبة ليا وليك هيكون معاد الانتقال من العالم ده. ماذا لو عرفت أنه بعد 100 سنة ولا 200 سنة؟ هيفيدك في إيه؟ لكن اللي يفيدنا ان احنا نركز على ابديتنا احنا، بدل ما نركز على معلومات تانية ودراسات تانية وابحاث تانية. لا، يخلي الانسان دايما هدفه هو نفسه، وخلاص نفسه هيبقى مركز مع نفسه. ده اولا، لان المعرفة بلا معنى لا تعنينا في شيء. ثانيا، الحاجة التانية ان ليه ربنا عايز يخفيه؟ دي اتكلمت عنها من كام اسبوع، كان في واجب عزاء في الكنيسة هنا، واتكلمت عنها من كام أسبوع، أو غطيت جزء منها من كام أسبوع، لما قلت إن ربنا عارف الطبيعة البشرية، وعارف إننا بالطبيعة كسلانين، وعارف إن إحنا طول ما إحنا عارفين إن إحنا بنكسل ودايماً لاست مينيت، آخر حاجة دايماً في آخر وقت نبص نلاقي نفسنا طب إلحق أعملها خلاص قبل ما الوقت يعدي مننا، أو قبل ما الديو ديت يعدي مننا. فاحنا عارفين دايما، ربنا عارف ان احنا لاست مينيت، فطول ما احنا مش عارفين احنا بنستعد، زي اللي بيستعد دايما لامتحان مفاجئ. كان في
احيانا كده يجي التيتشر ويقول النهارده في امتحان مفاجئ، ويفاجئ الطلبه بالامتحان ده. اللي مستعد طبعا هو اللي بيجاوب كويس، اللي مش مستعد طبعا بيبقى بالنسبه له الموضوع صعب. نقطه تانيه، طب ماذا لو عرفت انت بتبحث قوي على امتى هيكون المجيء التاني، وامتى ده هيحصل، وما بين سنه كام وسنه كام، الكلام ده كله. طب افرض انك انت عرفت امتى هيكون مجيء التاني، طب هتعمل ايه ساعتها؟ هتتوب ساعتها؟ طب ما هو طالما الموضوع ده موجود يبقى اكيد ربنا هيختار وسيله تانيه يختبر فيها اراده الناس. ما احنا خلي بالكم ان احنا موجودين هنا ليه على الارض؟ علشان حاجه اسمها ارادتنا تختبر، ولما ارادتنا تختبر ساعتها هيقدر ربنا يكلل الانسان بناء على هذا الاختبار. انت ارادتك مختبره، اتعرضت لامتحان ونجحت في الامتحان، ادخل الى فرح سيدك، فيبقى في مكافاه هنا. طب ماذا لو انت عارف؟ طب ساعتها طبعا الوسيله اللي هيختار بيها ربنا هتختلف، طبعا الوسيله هتختلف. والا يبقى مش فير، لان ده مش هيبقى فير للناس التانيه اللي هي ما كانتش عارفه. وهي المهم حاجه بالنسبه لنا ان ربنا يختار الاراده الحره فيها. لا حاجة لكم، بيقول في الآية، لا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. أما الأزمنة والأوقات لا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. حسب قول الآباء إنه شرحه لهم لما كان عندهم. ليه بيقول لهم لا حاجة لكم؟ لأنه شرحه لهم لما كان عندهم، لما يعرفهم الإيمان قال لهم وشرحه لهم كل الحاجات دي. تلاميذ السيد المسيح نفسه سألوا السيد المسيح في متى 24 3 قالوا له قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. وبالتالي اتغطت النقطة دي وهو بيشرح لهم عن السيد المسيح، وهو بيشرح لهم عن ان السيد المسيح في عنصر مهم وهو بيعلم تلاميذه، شرح لهم علامات المجيء وعلامات انقضاء الدهر. آية 2 وآية 3 ناخدهم مع بعض. لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب خالص في الليل، هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق. يعني إيه بالتحقيق؟ يعني بالتأكيد، أنتم متأكدين، أنتم تعلمون بالتأكيد أن يوم الرب هيجي خالص. ليه يعلمون بالتأكيد أن يوم الرب هيجي خالص؟ فكرة تشبيه مجيء السيد المسيح الثاني بتشبيه بأنه زي قلص هيجي في الليل، دي استخدمت في العهد الجديد الآباء يقولوا 8 مرات، منها مرتين بس في الإصحاح ده، وبقيت في العهد الجديد 6 مرات. جت مثلا في متى 24 43 وجت بمعنى اعلموا هذا، لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. ما جت في متى 24، جاب نفس المعنى في لوقا 12 39، جت في لوقا 21 34 ولوقا 17 24، وجت مرتين في الرؤيا، رؤيا 3 3 ورؤيا 16 15، نفس المعنى، فكرة ان المجيء التاني هيجي كلص واحنا لازم نكون مستعدين، لو سهرانين هنبقى مستعدين. لص الليل، البشر نوعين، يا إما أبرار يا إما أشرار. ولص الليل ده بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز يسرق كنوز، يبقى عايز يسرق أشياء ثمينة. وبالتالي الناس اللي الدنيا غالية عليهم أو على بالهم أو عايشين أكتر في الدنيا، أو بمعنى أصح دنيويين مرتبطين أكتر بالدنيا، دول محوشوش غير أشياء مادية لأنها في الدنيا ودماغهم كلها في الدنيا. فلما يجي ربنا وبعد المجيء التاني تزول الأرض زي ما قال لنا الأرض هتزول والنجوم هتتساقط والكلام ده كله، هيزعلوا على كنوزهم لأن ده تعبهم وده شقاهم. لكن الأبرار ما بيكنزوش هنا، الأبرار كنوزهم مختلفة. الأبرار يكنزوا فين؟ يكنزوا حيث لا يفسد سوس ولا يسرق صار. فما ينفعش لص يسرق كنز للأبرار، ما ينفعش، مش هيقدر، مش هيقدر. دي حاجة ودي حاجة. أقصى حاجة يقدر ياخدها الكنز اللي هو المادي اللي مسيره للفناء في وقت من الأوقات. ده معنى.
المعنى التاني لص الليل هو الاستعداد والسهر. فالإنسان لو مستعد عمره ما هيقلق، عمره ما هيهتم، هيبقى جاهز في أي وقت. ده اللي بيحسب مع العذارى الحاكمات. عذارى الحاكمات كانوا مستعدين وسهروا، وكانوا مستعدين للقاء العريس، سهروا بأنهم مالوا الزيت يعني. حينما يقولون سلام وأمان، إيه معناها دي؟ حينما يقولون سلام وأمان، منها معنى إن الناس اللي بيكنزوا ماديات في العالم بيحطوا ثقتهم في الماديات اللي حوشوها. أنا متكل على اللي أنا حوشته، أنا متكل. عارفين فكرة المثل اللي قاله الغني الغبي؟ أنت متكل على إيه؟ دليلة تؤخذ نفسك منك. فاكر إن هو في سلام وأمان بسبب اللي قدر إن هو يحوشه أو اللي طلع بيه من الدنيا. ده معنى. المعنى التاني في قصة سلام وأمان يقول إن في ناس بترفض الخوف النافع، رأس الحكمة مخافة الرب. ترفض أي حد يتكلم عن الدينونة، يميلوا أكتر لقصة إن لا مش هتحصل، لا 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 ده ربنا حنين، لا ده ربنا رب قلوب. الناس اللي بتمشي مع النوع ده سلام وأمان، لا لا ده مفيش حاجة هتحصل من دي، لا لا ده كلها بس تهويل، لا ده كل ده يخوفونا بيه. عارفين لما بيقولوا كده الدين ده صناعة الأمم يعني، والسياسة والكلام ده كله، خوفونا بيه كل العبارات دي. فده المعنى التاني لقصة سلام وأمان، لا لا ده مش تبعنا الكلام ده، ده احنا كويسين، ده احنا زي الفل. الناس دول عايشين مغيبين، ده مش سلام ده مغيب. الناس اللي بتطمن نفسها سلام وأمان ده مغيب، دول اللي هيكون المجيء التاني ليهم مفاجأة جدا بالنسبة لي. في حين مين اللي عنده فعلا سلام وأمان حقيقي زي ما الآية بتقول؟ اللي عنده سلام وأمان حقيقي ده مش مجرد كلام، ده الشخص المستعد. لأن المستعد مش بس الآباء يقولوا كده، مش بس يبقى منتظر اليوم ده، كمان بيشتهي مجيئه، زي التلميذ الشاطر اللي مش خايف ويقولوا له ده الامتحان نتيجته هتظهر يوم كذا، مش خايف، هو مبسوط وهو مشتاق لنتيجة الامتحان لأنه حاسس ان هو كان مستعد وحاسس ان هو حل كويس. آية 4: أما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خالص، أما أنتم أيها الإخوة لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم خالص. ذلك اليوم طبعا معروف بيتكلم على يوم المجيء الثاني. أنتم أيها الإخوة، وجه نظره هنا مين القديس بولس؟ للمؤمنين من أهل تسالونيكي. أما أنتم أيها الإخوة، أنتم ليسوا في ظلمة. طبعا هم ليسوا في ظلمة، هم عرفوا الإيمان وقبلوا الإيمان وطلبوا القديس بولس يزورهم لو فاكرين. بالأكثر كانوا مشغولين بالمجيء الثاني. يا ترى المجيء الثاني قضية المنتقلين اللي سابونا وسبقوا وانتقلوا دول هيكون هيستقبلوا المجيء الثاني إزاي؟ هل الناس الأحياء ساعتها ساعة المجيء الثاني هيكون ليهم أفضلية عن الناس اللي انتقلت؟ كانوا مشغولين باليوم ده، على بالهم اليوم ده. عشان كده بيقول لهم أما أنتم أيها الأخوة فلستم في ظلمة، أنتم في نور، أنتم عارفين، أنتم عرفتوا الإيمان وقبلتوا الإيمان وعرفتوا إن في حاجة اسمها المجيء الثاني. يمكن بس القديس بولس هنا عايز يوجه فكرهم إنهم يستعدوا ليه شخصيًا، مش بس يفكروا بس مش بس تفكروا في أهلكم المنتقلين، مش بس تفكروا في الناس اللي هيكونوا أحياء وقت المجيء الثاني، لكن فكر في أنت نفسي، أنت شخصيًا، علشان تبقى أنت شخصيًا أنت استفدت، بصرف النظر هتكونوا موجودين وقت المجيء الثاني ولا هتكونوا مع أهلكم المنتقلين يعني. وبالتالي علشان هم مؤمنين لن يكون هذا اليوم مفاجئ لهم زي نص، حتى يدرككم ذلك اليوم خلص. أنتم مش من أهل ظلمة علشان نقول إن هذا اليوم هيدرككم خلص. آية 5 يقول جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. أول فكرة بناخدها هنا من أول وهلة هي إن مجيء السيد المسيح هيكون مجيء بيفحص، مجيء بيفصل، ودي الفكرة اللي جت كتير طبعا في الأمثلة. هيفصل الجياد عن الأردياء، هيفصل الحلو عن الوحش، هيفصل الخير عن الشر، هيصنفهم، هيفصل الأبرار عن الأشرار، هيفصل النور عن الظلمة. دي أول فكرة. فكرة تانية هي جميعكم أبناء نور.
تعني المؤمنين، والمؤمنين هنا على أمرين جوهريين، حاجتين جوهريين، ما أقدرش أقولهم، ما أقدرش أسميه مؤمن غير بحاجتين مهمين جدا 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 جوهريين. مؤمنين بإيه؟ طبعا مؤمنين بالمسيح إنه ابن الله، مؤمنين بتجسده، مؤمنين بصلبه وفدائه، مؤمنين بقيامته. دي حاجات ركيزة أساسية في الإيمان، دي حاجات جوهرية. نمرة اتنين مجاهدين، يبقى مؤمنين واحد، نمرة اتنين مجاهدين. مجاهدين يعني ايه؟ سلوك المؤمن الروحي بتسلك ازاي؟ علاقتك بربنا شكلها ايه؟ السهر واليقظة اللي احنا اتكلمنا عنها من صفات ابناء النور، سلوكهم الروحي الجيد دي حاجة. فيبقى علشان نسميك مؤمن، انت مؤمن بالايمان بابن الله، بتجسده، بصلبه، بفدائه، بقيامته، مؤمن بالأبدية، مؤمن لي ومجاهد، عندك سلوك المؤمن الروحي، وعندك علاقة حلوة بربنا، صاحي ومتيقظ لحياتك الروحية. من آية 6 للآية 8: فلا ننم إذن كالباقين، بل نسهر ونصحى. نصحى يعني، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وما نحن الذين من نهار فلنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء خلاص. لا ننام كالباقين، غير المؤمنين بيناموا نوم الخطية، ده غير المؤمنين، يغفلوا عن خلاص نفوسهم، برضو ده غير المؤمنين. وقديس بولس بينصحنا بالسهر، وإن احنا نكون متيقظين علشان مجيء المسيح، نبقى مستعدين. واتقالت أكتر من مرة، اتقالت مثلا القديس بولس بعتها لتيموساوس، ابن لتلميذه تيموساوس، لما قال ايه؟ اما انت فاصحى في كل شيء، تيموساوس الثانيه ايه 4، اصحاح 4 ايه 5. القديس بطرس برضو قالها، القديس بطرس قال ايه؟ انما نهايه كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، بطرس الاولى 4 7. والسيد المسيح نفسه قالها، قال اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه، دي جت في متى 26 41. ففكرة النوم والاستيقاظ أو الصحيان أو الانتباه دي كانت برضو من الأمر اللي كتير اتكلموا عنه، والسيد المسيح نفسه اتكلم عنه. طب آية 7 عايز تقول إيه هنا؟ آية 7 جميلة، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون، سكر يعني، بالليل يسكرون. عايز تقول إيه القديس بولس؟ عايز يقول لو انت اهل العالم، لو انت اساسا من اهل الظلمه، لو انت اساسا من العاديين اللي بيناموا بالليل، يعني معك عذرك، ما انت ما تعرفش الايمان، ما انت لم يتسنى لك انك تعرف المسيح، ما عرفتش المسيح، ما دخلتش في الايمان، دول بيناموا، بيغلطوا من غير ما يكون عندهم ناموس، بيغلطوا من غير ما حاجه تقول لهم ده غلط وده صح، بيغلطوا من غير ما يكون في وصيه تقول امشي كده او امشي كده، فدول معهم عذرهم، مش هيقدروا يسهروا. لكن في نوع تاني اسوأ واصعب، الذين يسكرون. يسكرون يعني ايه؟ يعني لو انت مش عارف وبتنام وبتقع، ما هو يعني طبيعي معك عذرك، لكن ما تعرفش المسيح وتختار بنفسك انك تروح للسكر، تنيم نفسك بنفسك، ده تأمل يعني. التفسير طبعا المعنى واضح، الذين ينامون بالليل ينامون، دول اهل الظلم، والذين يسكرون بالليل يسكرون، يعني في حاجات بتتعمل في الليل، السكر يتعمل في الليل، الخطيه تتعمل في الليل، ده المعنى. لكن احنا اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، ده تأمل، تأمل ان لما بيسكر الانسان، ده انت مش بس نايم، ده انت بتنيم نفسك اكتر، يعني مش بس بتعيش في الخطيه، لا ده انت بتروح للخطيه، ده انت مش بس ما تعرفش المسيح، لا ده انت بتختار تروح للشيطان. الذين يسكرون، مش بتروح تشكرنا عشان يسكر، لا سيبكم من معنى السكر بقى دلوقتي، احنا بنتكلم في ان لا ده انا نايم ومش نايم عن ضعف بقى ان انا مش عارف المسيح، الظلمه يعني، لا ده انا بختار ان انا نايم نفسي اكتر، ان هو بيروح لحاجه تنيمه، بيختار يروح لحاجه تبعده اكتر عن الايمان، بيختار الشيطان ويسيب المسيح. ده الفكر او التامل اللي احنا بنتكلم عنه، معرفه النور الحقيقي. الآباء كلهم أجمعوا هنا، الآية في الآية 8 اللي بتقول أما نحن الذين من النهار فلنصحى لابسين درع الإيمان، اللي هو المحبة، درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص.
في الآية دي الآباء أجمعوا على إن دي أدوات حرب، وطالما إحنا بأدوات حرب نتكلم عليها هنا أدوات، يبقى أدوات دفاعية، أنا بدافع. طالما بدافع يبقى أنا بدافع عن نفسي من هجمات إبليس. حلو المعنى ده وخليكم معايا فيه. بدافع عن هجمات إبليس بالثلاث حاجات دول. وقررت قبل كده قررت كرونسوس، طبعا عارفين كلكم حضراتكم الإيمان والرجاء والمحبة وأعظمهن المحبة، دي كانت في كرونسوس الأولى 13 13. لكن هنا بيتكلم الإيمان والمحبة والرجاء، سيبكم الترتيب، قصة الترتيب، الإيمان والمحبة والرجاء برضه هما الثلاثة. يعني عايزنا قديس بولس نختار إن إحنا ندافع عن هجمات الشيطان بالثلاثة دول؟ ده أنتوا بس مش هتعرفوا حتى تدافعوا عن هجمات الشيطان غير بالثلاثة دول، بالإيمان والمحبة والرجاء. يبقى بين السطور كده عايز يقول إيه؟ إن هجمات الشيطان مش هتخرج بره عكس الثلاثة دول. هجمات الشيطان، واخدين بالكم حضراتكم، مش هتخرج بره عكس الثلاثة دول. طالما الشيطان طالما ربنا القديس بولس بيوصيني ان انا اقابل هجمات الشيطان بالايمان، يبقى هو هيهاجمني بايه؟ طبيعي هيهاجمني بتشكيك في الايمان بمختلف صوره. هل ربنا موجود؟ هل الدين ده لعبه سياسيه ولا ايه؟ بالنسبه للي مش عارف هيشككوا من مدخل تاني. طيب يعني مش عارف يشككوا في الايمان، لا ده مقتنع بربنا، مقتنع بالمسيح، مقتنع بالكلام ده كله، هيجي يشككوا من ناحيه تانيه. هو صحيح الكنيسه دي ليها فايده؟ يعني هو هتفرق معاك قوي يعني لو كلت مش عارف كذا او كذا يوم الاربعاء او يوم الجمعه؟ يعني الاسرار هي فعلا اسرار، انت بتحس بحاجه لما تروح تعترف، انت بتحس بحاجه لما تروح تحضر قداس او تتناول، تشكيك من نوع تاني. ليه؟ هدفه علشان هدفه علشان ربنا قال لنا، عشان بولس بيقول لنا دلوقتي ان الايمان ده حصن امان او صمام امان ليك علشان تصد بيه هجمات ابليس. وطالما ده اللي بتصد بيه هجمات ابليس، يبقى ابليس بيهاجمني عن طريق ايه؟ الايمانيات، عن طريق ايه؟ التشكيك في هذه الامور. الحاجه الثانيه اللي بنصد بيها هجمات ابليس هي المحبه، فبديهي هو لما حاربنا هيحاربنا بإيه؟ كل ما هو عكس المحبة. يوقعني في كره، يوقعني في حقد، يوقعني في حسد، يوقعني في نميمة، في إدانة، كل دول بيلف حوالين إيه؟ المحبة. ما هو مش ممكن واحد هيحب واحد ويدينه. ده عارفين المثل اللي يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط؟ عشان حبيبك، فأنت هتفوت، عمرك ما هتدينه، عمرك ما هتنم عليه لأنه حبيبك، عمرك ما هتحقد عليه. طبعًا المحبة عكس الكره طبعا، فمش محتاج ان انا اشرح كل ده عكس المحبة. فطالما النهارده القديس بولس بيقول لي ده انت بالمحبة بتصد هجمات الشيطان، يبقى طبيعي هجمات الشيطان اللي جاية لي ايه؟ عن كل اللي قلناه ده. مش هيعدي ساعة من غير ما يجي لي فكر كرهك، فكر إدانة، فكر شوف ده عمل ايه؟ دي عملت ايه؟ فكر نميمة، فكر حسد، وهكذا. تالت حاجة هيحاربني بيها الشيطان علاجها الرجاء، يبقى تفتكروا هيحاربني بإيه؟ لما يكون العلاج الرجاء يبقى تفتكروا هيحاربني بإيه؟ يأس، مفيش أمل، حزن، إحباط، كل ده بيصب في الهدف بتاعه. لا لا لا، ده كل الكلام ده كلام فاضي، مفيش منك أمل، ده أنت وقعت أكتر من مرة. خلاص مفيش أمل، مفيش رجاء ليك. فقدان الهدف، عدم وضوح الهدف، كل ده بيوصل لليأس، الهدف مش واضح قدامي، مش كلير قدامي، يوصلني لليأس. وطبعا مع الحاجات دي ممكن تجيب حاجات، اليأس تيجي معاها ايه؟ شوية حاجات من خطايا اللسان كده، ما هو يأس بقى يبتدي يعني اللسان يفلت معاه وحاجات زي كده يعني. تعرفوا دي، طالما الثلاث حاجات دول إيمان ومحبة ورجاء، ده اللي اختارهم القديس بولس عشان ندافع بيهم ضد هجمات الشيطان، يبقى أكيد أنتوا عرفتوا الشيطان بيدخل لنا منين؟ من عكس الثلاث حاجات دول، الإيمان والمحبة والرجاء. هناخد 9 و10 و11 وهنقف عند الآية 11. 9 و10 و11. 9: لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم للآخر كما تفعلون أيضا. لأن الله لم يجعلنا، يعني إيه يجعلنا؟ لم يجعلنا هنا يعني لم
يعيننا لم يعيننا. الله لا يريدنا أن نهلك بل أن نخلص، وده اللي أتمه على الصليب. عشان كده بيكمل لاقتناء خلاص بربنا يسوع المسيح، جالنا الخلاص بربنا يسوع المسيح على الصليب طبعا. يعني عارفين زي إيه؟ زي ما أب يجي لابنه كده يقول له أنا ما عملتش كل ده وما تعبتش كل التعب ده علشان لا قدر الله ما تتوفقش في دراستك، أنا عايزك ناجح، أنا عايزك ناجح. عارفين لما بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح، نفس النظام بالظبط، لم يجعلنا للغضب، لم يعيننا للغضب، لا أنت مش كده، أنت مش للغضب لكن للخلاص. أنا مش عايزك غضب، طبعا الغضب يؤدي إلى بعد الشر الهلاك، لكن أنا عايزك تخلص، إرادة الله إنك تخلص. الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق والبلوغ. الذي مات لأجلنا، مات لأجلنا دي تأكيد للجملة اللي فاتت، لسه بقول لاقتناء قديس بولس، يعني لسه بيقول لاقتناء الخلاص بربنا يسوع على المسيح الذي مات لأجلنا، فهي بالتأكيد للجملة بتكمل الجملة اللي فاتت، إن الخلاص اللي جه بربنا يسوع المسيح على الصليب جه إمتى؟ لما مات لأجلنا. سهرنا، سهرنا دي غير السهر اللي احنا اتكلمنا عليه من كام آية، سهرنا أو نمنا، فتفهموا كده على طول إيه سهرنا المقصود بيهم، الناس الأحياء بالجسد، أو نمنا الناس اللي رقدت بالجسد. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن اللي مات لأجلنا ده حتى إذا سهرنا أو نمنا، يعني سواء إحنا أحياء أو نمنا، يعني سبقنا فرقدنا، نحن نحيا جميعا معه. بيعالج تاني نفس النقطة، نفس المشكلة بتاعتهم، شوفوا عليكها كم مرة وحب إن هو يتاتش بيز عليها كم مرة، لسه بتفكروا إن الأحياء ساعة المجيء التاني هيكون ليهم أفضلية على الناس اللي سبقت؟ لا، ما تفكروش كده تاني، لأن الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا، حتى لو كنا موجودين ساعتها، أو حتى لو كنا نمنا رقدنا، نحن جميعا معه هنتقابل معهم. ما بقاش في فريقين إنيمور، ما بقاش في فريقين، فريق أحياء وفريق راقدين، لا مفيش القصة دي، مفيش الأفضلية دي، إحنا الاتنين الفريقين الاتنين مع ربنا. بيأكد دايما مرارا وتكرارا كذا مرة أهو، بيأكد إن هاي الاتنين هيفرحوا معاه في الأبدية، الاتنين هيقوموا معاه في الحياة الأبدية. ونلاحظ هنا إنه استخدم لفظ سهر ونوم بدل حي وميت، علشان يفكرنا دايما ان جهادنا على الارض له هدف واحد بس، الابديه. عايزين احنا الاثنين نكون سواء احياء او راقدين، احنا الاثنين الفريقين دول كل هدفنا نحيا معه، نكون مع ربنا بس، ده هدف احنا عايشين مع في الارض هنا، علشان هدفنا ربنا بس، عايزين نكون معاه. نفس المفهوم ذكره القديس بولس بنفس المعنى وبكلمات مختلفه، لما قال ايه؟ ان عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحيا. دي جت في روميا 14 8. يعني عايز يقول إيه؟ سهرانين أو نايمين، عايشين أو ميتين، هدفنا واحد للرب، نحن إحنا مع الرب، وإحنا عايشين علشان الرب، وعلشان نستمتع بمعيتنا مع ربنا. آخر آية بيقول لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. عزوا بعضكم بعضا، قالها الآباء. إن القديس بولس الرسول هنا بيختم بنفس الجزء، ختم، فاكرين الإصحاح الرابع، دي كانت أول آية اتكلمنا عليها، ختم الإصحاح الرابع اللي كان بيتكلم فيه عن القيامة والمجيء الثاني وقصة الأحياء وقصة المنتقلين والكلام ده كله، ختموا إزاي؟ عزوا بعضكم بعض، وهنا ختموا برضو نفس النظام، عزوا بعضكم بعضا. قالوا معنى حلو وربطوا ربط جميل. قالوا ايه؟ قالوا من ناحيه لان القيامه سبب تعزيه وبتدي رجاء، الرجاء اللي احنا لسه متكلمين عنه في محاربه العدو مع الايمان والمحبه، فالقيامه دايما تدي سبب تعزيه، ده من ناحيه. ومن ناحيه تانيه عايز يقول لو لقيته لسه حد تعبان، لسه حد متشكك، لسه حد لسه النقطه دي مش واضحة عنده، قصة إن الأحياء ساعة المجيء التاني ليهم أفضلية، يا بختهم ده هم دول أحياء وقت المجيء التاني، لا ما تقلقوش، في برضو الراقدين هيقوموا معاهم ويسبقوهم كمان. بس لو لقيتوا حد كده عزوه بقى، اشرحوا له المعنى اللي أنا قعدت أشرحه ده كله، فيبقى من ناحية القيامة سبب تعزية، ومن ناحية تانية لو لقيتوا حد تعبان، لسه حد لسه
ما تشرحلوش الموضوع ده، اشرحوا له انتوا موضوع الراقدين وموضوع الاحياء، علشان ما يبقاش لسه متحير، ما يبقاش لسه متشكك، ما يبقاش لسه كونفيوزد من الموضوع ده. عزوه باللي انا قلت لكم عليه، عزوه باللي انا شرحته لكم، فيتعزى ولا يضطرب قلبه. وابنه احدكم للاخر، دي تشجيعيه بقى، ابنه بعض كما تفعلون ايضا بيشجعهم. انتوا اوريدي بتعملوا كده، انتوا شطار، انتوا بتعملوا كده. فابنه احدكم للاخر. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.